فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها، يقول: فما القول فيما يعمله غالب الأئمة الذين يسكتون بعد قراءة الفاتحة؟ هذا يقول من باب الاستحسان، لأجل أن المأموم يقرأ الفاتحة، تمكن من قراءة الفاتحة، هو من باب الاستحسان، وإن لم يرد به دليل أو لم يصح به دليل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.